اكد وزير الخارجيه سامح شكري ان المفاوضات بشان الاوضاع في قطاع غزه صعبه ومعقده كما طالب شكري المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته لوقف اطلاق النار في القطاع مشددا على ان مصر تواصل جهودها السياسيه لانهاء معاناه الشعب الفلسطيني مشاورات تمت في باريس بين الاجهزه الاستخباراتيه تم طرحها وكان هناك وجهه نظر إزاءها من قبل حماس وهناك تصريحات صدرت من المسؤولين الإسرائيليين باعتبار أنها مرفوضة أو غير صالحة بأن تكون أساس لهدنة والإفراج عن الرهائن هذا لم يمنع بوجود اتصالات مستمرة وجهود تبذل هنا في القاهرة لتقريب وجهات النظر لوضع إطار يسمح بالتوصل الى هدنه والافراج عن الرهائن والمحتجزين الفلسطينيين وهذا ما نعمل من اجله ولكن بهدف ان نصل الى وقف خام لاطلاق النار